السلام عليكم متابعينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم في البلاد. لو انت جديد في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بكل جديد، واثنين اعمل لايك وشير الفيديو ده. النادي الاهلي او موظفين النادي الاهلي تعادلوا مع الزمالك 2-2 في مباراه العوده في الدوري، وكل فريق خد نقطه من مباراه النهارده. للاسف النادي الاهلي ضيع عليه النهارده فوز كان سهل جدا من بدايه اللقاء، كان ممكن يعمل نتيجه تاريخيه افضل من 5-3 بتاع الدور الاول، ولكن موظفين النادي الاهلي ابوا ان هم هيعملوا حاجه زي كده. لا، احنا بدانا المباراه كما هو المتوقع، انت هتضغط عالي عليهم وهتروح وتسجل الاجوال وهتعمل خطوره عليهم، والمفروض انت تستغل الموضوع ده وهو داخل فيهم هدف، فمهزوزين تسجل هدف تاني وتالت ورابع وتقتل النتيجه من الشوط الاول. لكن جبنا الجون الاولاني من غلطه من عبد الغني، لان لعيبه النادي الاهلي رجعت نام 2 ورا، بقى في مرقعه في انهاء الهجمات، ما انتش فاهم اللعيبه بتعمل ايه. اللعيبه بتتلقى الكره بتتلعب ما بين اتنين يقعدوا يتعزموا عليها فبيسيبوها. الزمالك كان داخل ناوي ان هو بيطالب شويه احتواء في الشوط الاول، لان الحكم اسباني وما لوش في الكلام ده، فركن شويه. الاهلي سيطر اول ربع ساعه وكان عامل اداء خطير، بعد كده نام نينا. مفيش كمية أخطاء بالجمل لعيبة النادي الأهلي عملتها النهاردة كارثة، تخليهم معلش يخشوا النادي الأهلي من تاني. أنت النهاردة ضيعت عليك فوز سهل جدا، الزمالك كان نازل مستسلم وما بيعملش أي خطورة عليك طول الشوط الأول، لحد ما أنت سبت له الفرصة إن هو يبدأ ياخد الثقة ويروح عليك ويعمل هجمات ويسجل أهداف، وكان ممكن يفوز بالمباراة النهاردة. شايفين مستوى جماعي من لعيبة النادي الأهلي بلا استثناء زي الزفت، مستوى مخزي ومدام مش مستوى لعيبه تلعب في النادي الاهلي، بدايه من محمد الشناوي اللي كان بيخرف النهارده. يعني تقريبا مصطفى شوبير اللي كان هو واقف النهارده ما كانش عامل نفس المصايب اللي محمد الشناوي كان بيعملها دي. محمد الشناوي للاسف بقى له فتره دماغه بره الملعب ما بيركزش، وبنشوف اخطاء ساذجه واهداف يعني غبيه قوي بتخش فيه. كوره زي سيبك من الهدف الاولاني، كوره زي الهدف الثاني اللي دخلت فيه، انت طالع بتنام على الارض ليه؟ انت لا جبت الكوره ولا عملت اي حاجه، ضيق فضيت مساحه انت طلعت من الجون بس وخلاص. ده بالنسبه للشناوي. كره تانية بتتلعب من ركنيه وانت واقف لوحد، بتتلعب عرضيه وانت واقف لوحدك خالص، بدل ما طلعت تمسكها بتطرد بتزقها لك بايد واحده، ازاي خليت كره بقت خطر من ما فيش؟ ده بالنسبه لمحمد الشناوي. نيجي محمد هاني. محمد هاني المفروض بقى يا الله يريح دماغه ويعتزل ويقعد على مكتب في اي حته، او يروح يقعد في النادي في ساعه العصريه ويريح دماغه، لان الكره ده مش كاره، لا بيهاجم ولا بيدافع ولا بيعمل اي اداء ولا نيله. حتى في الرقابه برضو الجون الاولاني بتاع اشرف بن شرقي، كره تانية بتاع جون شيكابالا الواد ابن اسامه نبيه دخل وكاله ولعب الكره بالعرض، فعامل اداء زي الزفت، اداء سيء جدا. نيجي جنب منه اللي رامي ربيعه وياسر ابراهيم، برضو كانوا مساهمات هجوميه كويسه نسبيا، ولكن دفاعيا برضو كانوا سيئين شويه. علي معلول تايه جدا في مباراه النهارده وبيستلم الكره جوه المنطقه، ده غير كذا كوره كده لعبهم غلط. علي معلول احنا اتكلمنا قبل كده قلنا ان الراجل بيلعب اساسي في الاهلي وفي منتخب تونس فمجهد، فبالتالي لازم تجهز البديل ليه، هو مش قادر يقف على رجليه، فده مخليه بيعمل المصايب اللي هو عملها النهارده. نخش على نص الملعب، السوليه وحمدي فتحي اصلا ما فيش خالص، يعني بقالهم 3 سنين تقريبا بيلعبوا متواصل، فاللعيبه ميته، اللعيبه مش واقفه على رجليها، اللعيبه مش قادره تعمل اي حاجه. حتى حمدي فتحي غير وطلع، ولكن اللي زود الموضوع ان السوليه كان موجود في ارض الملعب، ضيع فرصتين لنا في التقدم بكور اللي هو المفروض تسيبها لزميلك او تلعب جماعي، بيضيعها كور غريبه، مس باص كتير قوي منه النهارده. السوليه لازم يريح له شهر على الاقل، لان مستواهم هما الاثنين مع اصابه ديانج كمان مخليه نص الملعب فاضي تماما. نخش بعد كده على احمد عبد القادر، قلنا قبل كده مستواه مغيب بقاله فتره ويا ريت يركز شويه في الملعب ويستعيد مستواه من تاني. محمد شريف ما وصلوش حاجه غير الكره بتاعت الهدف. حسين الشحات بقى نزل شوط تاني، هو والله انا احترت في بيرستاو وحسين الشحات، مع ان بيرستاو سيء بس وجوده في الملعب احسن لي من حسين الشحات. حسين الشحات اكرم له يرجع مصر المقاصه من الوقت، يعني بصراحه لو النادي الاهلي جدد له يبقى النادي الاهلي مفيش مسؤول فيه بيفهم لو جدد لحسين الشحات في الفتره الجايه. لاعب لا بيقدم لا مسانده دفاعيه ولا هجوميه، وعنده رعونه ولا ومعندوش يعني ايه، معندوش يعني مش عايز اقول الكلام ملوش لازمه، ولكن يعني مستوى لعيبه النادي الاهلي عموما مستوى سيء جدا جدا جدا. لازم اللعيبه دي تتغربل ويمشي نصهم على النص، فريق النادي الاهلي الموجود حاليا ده لازم يمشي، تعمل احاله وتجديد وتبدا تعتمد على الناشئ. انا والله يعني مقتنع
لو كنت ممكن لعبت زياد طارق النهارده مكان حسين الشحات كان هيبقى افيد لي وهيعمل اداء افضل من حسين الشحات على الاقل، كان هياخد ثقه في المباراه زي بتاعت النهارده دي. في النهايه ما خلاص الموضوع، الماتش خلص والموضوع خلص وانتهى. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه. سلام.